كلمات متقاطعة مع عبير بوليلة. كلمات متقاطعة هي لعبة ذهنية فكرية تعتمد على جمع الحروف لتكوين كلمة. اللعبة هذه قديمة، ظهرت مع بداية الثلاثينات في القرن الماضي. احنا كل اسبوع في بودكاست كلمه متقاطعه باش نلعبوا اللعبه هذه مع ضيف، وضيفنا اليوم هو الممثل والسيناريست والمسرحي محمد علي دمق. اهلا وسهلا، مرحبا. لا عبير، شنحوك. مرحبا بيك. مستعد للعبه هذه؟ كلمه متقاطعه هي مستعد. كنت تلعبها قبل؟ اكيد اكيد. احنا هذيك هم الالعاب نتاع الصغر جناس. أنا ما كانش عندنا تليفونات، ما كانش عندنا دي بلاي. اللعبة الإلكترونية الوحيدة تتريس خلطت بعد عاد. أما الكلمات المتقاطعة هي اللعبة تعتمد على الفكر والذهن، وتوا الألعاب تقريبا كلها مولات بصرية تعتمد على التكنولوجيا، وكأنه الفكر والذهن ما عادش أولوية بالنسبة لي. مازال بالمقارنة بالجيل متاعنا في الألعاب. بالنسبة لي مازال الحق ما الحق ما مثلا عندي ألعاب في الدار بخوم الأولادي، عمري بلعب بيهم البلاي مثلا، عمري بلعب بيها في الدار. سمتونت با شوية 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 بعض الألعاب في التليفون اللي كي نحب ندي كونكتي معنا نبدأ نخدم ولا نبدأ ساتوري، نشد نلعب شوية باش ناكد درجين ربع ساعة ماكسيموم نص ساعة بلي كان نرجع. احنا في وجودنا في استوديو 8، استوديو من أقدم الاستوديوات الإذاعة التونسية ومن أهمها كذلك، لهنا عديد النجوم كانوا حاضرين، حضروا برشا أغاني برشا أعمال فنية. اليوم باش نربطوا القيمة اللعبة هذية الكلمة المتقاطعة مع قيمة استوديو هذية، وباش نبدأ معاك بلعبة. والأول سؤال ونبحثوا، انت تعرف عمودي افقي الكلمة المتقاطعة، وديما اللون الابيض والاسود هكا حاضر، اللون الابيض والاسود هكا ابيض واسود. نبحث على ست كلمات، ست حروف نكونوا بها كلمة تتكون من ست حروف. هو كتاب صدر عام 1929، تأليف تحسين. لوجيك من الايام الأيام تتكون من ست حروف. هي سيرة ذاتية في أجزاء، الجزء الأول خرج عام 1929 لطه حسين. السيرة الذاتية لطه حسين تخلي عديد الأعمال والأفكار كذلك، كيفاش قيمة الإنسان أنه يتجاوز بعض العراقيل. قريت الأيام؟ قريتها بيان سور، قريتها مع قراءة قديمة جدا، معناها من بين الـ من بين الـ من بين الـ الرواية الأولى ولا أنا قريت على أساس رواية بعدين اكتشفت أنها بيوغرافي. معناها من بين القراءة الأولى متاعي معناها الأيام تاع حسين. محمد علي، أنت أصيل صفاقس، المكان اللي تولدت فيه وعشت فيه طفولتك هو في وسط مدينة صفاقس، في قلب مدينة صفاقس، قريب من كل النجم نقولوا القاعات المكتبات. تتذكر كنت من رواد المكتبة العمومية؟ اي بجنب دارنا، على خاطر بجنب دارنا معناها من رواد امبراسي، من رواد ثلاثة حاجات، رواد المكتبة العمومية ورواد قاعات السينما ورواد كل احنا دار ثقافة المركزية، اما مش دار ثقافة في حد ذاتها، خاطر اللي يعرفوا مدينة صفاقس يعرفوا انه لي كاب نتاع الجمعيات المسرحية، مضايف الشباب، برشا جمعيات ثقافية ومدنية موجودين في الكاف نتاع دونك. هذوما ثلاثة اماكن اللي كنت معناها كنت نتحرك فيهم. خل نقعدوا في الكتب، في الشخصيات وانت تكتب فما برشا مشترك. تتذكر الرواية الأولى اللي تعاطفت مع الشخصية متاحة، عشت معاها، مازلت تتذكرها؟ الشخصية الأولى اللي تعاطفت معها أو كرهتها ينجم يكون نسيت اسمه، أما الشخصية متاع يوميات نائب الأرياف. متاع توفيق الحكيم. توفيق الحكيم. يوميات نائب الأرياف. نسيت اسمه البرسوناج، أما هذاك الشخصية هذاك.
المغروم بالقراءة وبالكتب وقت اللي يدخل عالم الشخصيات يعيش معها مش بعيد برشا على مجالك انت تكتب في الشخصيات. فما شخصيات تتعاطف معهم، فما شخصيات علاقتك تبدأ، فما بعد أو فتور وانت تكتب فيها. شوف هما هذه إشكالية بعض الكتابات وخاصة في على مستوى السيناريو، يمكن في حتى في القصة في تلقى ديما الكاتب الأديب الروائي وإلا السيناريست هو عنده شخصيات محورية، والشخصيات المساعدة ما حبيش نقول الثانوية عادة ولا اللي تعمل طلة وتخرج عادة ما يكونش فيها عمق. العمق تلقاه موجود بكثرة في الشخصية المحورية. دونك أنا من بين الأشياء اللي حاولت نتجاوزها في كتاباتي اللي نقدر معناها وقت ما نجم هو إن نوجد العمق حتى في الشخصيات المساعدة، الشخصيات البسيطة حتى اللي بيش يعمل طلع. يمكن زادة من تجربتي كممثل تظلمت في الأدوار. لا مش على تظلمت في الأدوار، ديما الأدوار اللي تتعطالي وكأنها ناقصة كتيبة ناسقة جدية في مستوى العمق وتحديد ملامحها. أنا من بين الممثلين اللي ما نرفضش أي اقتراح جدي، معناها حتى كي يبدأ في يوم أو يومين تصوير. دونك خدمت أدوار أولى وخدمت زادة كيف كيف أدوار مساعدة أو أدوار ثانوية أو أدوار صغيرة. فكي نجي للتورناج أنا بدي نلقى المخرج وما عندهمش تصور للشخصية هذيك، أربع كلمات متاعك والدوت سيكونس اللي باش تقولهم والأربع ما فيهش عمق، معناها شخصية ثانوية متعدي على روحه. وهذايا اللي نحاول دائما وأبدا. وحتى بعض الممثلين مثلا اللي كي نجيو نخدموا مسلسل قولي شنو هي الشخصية، قولوا شوف راهو الشخصية باش تفهم اللي هي عندها قدر من الأهمية وعندها عمق يلزم حكايتها في وسط اللي قاعد يتعدى في وسط المكتوب، يلزم تبدأ حكايتها وتوفى. إذا بديت حكايتها وفات حكايتها رأي هذيك الشخصية بالنسبة لي أنا تسمى رئيسي، مكتوبة بعمق، معناها حكايتها معناها أكيد أنها مازلت متواصلة وأكيد أنه عندها مرجعيات معناها وخلفيات ثقافية لكن كي نتفرجوا أنه حكايته تبدأ في وسط السلسلة ولا في وسط السيناريو ولا في وسط القصة وتوفى بعقاب بجزاء بهروب توفى ما تقعدش معلقة شخصية ما نقولوش وين مشيت، ديجا هذيك شخصية تسمى شخصية مكتملة. كتابة الشخصيات وفي كل رمضان وقت اللي نبداو نخدمه وانتي تعرف نخدمه برشا على الدراما والنقاشات لجان التحكيم في اختيار الأعمال دائما النقطة يقول لك الكتابة الشخصية، كتابة الشخصية، تطور الشخصية، ما نبذلوش ممكن زادة الوقت اللي تتعطاله باش يكتب السيناريو ما يكفيش. فما إشكال ديما في مستوى السيناريست الكتابة وكذلك ما عادش عنا برشا اللي يكتبوا. فمهم جدا أنه محمد علي دمق سنة رمضان سنة ياخو هو الثنية متاع نكتب أكهو مانيش باش نمثل ساعة. إلى أي مدى أنت تشوفه واقعيا بحكم أنك ممثل أنك زادة تكتب سيناريو الرأي هذية صحيح، وكذلك في مستوى خيارك أنك تكتب فقط ويصبح السيناريست مهنة. والله أنا في هذاك معناها أكيد الممثل اللي في داخلي يحب الظهور واللي جرب الظهور مش مرة مرارا معناها يحب يرجع يلعب قدام الكاميرا وفيها، لكن مسألة ترسيخ أو تكريس الممارسة في الكتابة على مستوى السيناريو
معناها الحق معناها أنا ما كنتش موجود مثلا ناخذ مش أنا معناها ما كنتش موجود كممثل باش ناخذ دور آخر في إدارة ممثلين أو لا لا لا, لا حتى معناها حبيت نكون سيناريست فقط معناها ونتابع عن بعد الـ 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 العمل وكيف كيف باش ما نمارسش ضغط على فريق التصوير وعلى الممثلين زاد راهو وجودك انت كسيناريست وكممثل في نفس الوقت ينجم يخلق بعض التوتر معناها دونك بالعكس ويظهر لي الناس الكل تقريبا اجمع تغيير التوتر محمد علي بمعنى تغيير على الشخصيه على الكتابه تحب يكون تكون وفي للي انت تصورته ينجم يكون ما فينا المو معناها كي بعد التجربه بعد مرور التجربه تقريبا جميع الاشخاص اللي تقابلنا في العمل يقول لك يعطيك الصحه سيتي اون بون ديسيزيون ديسيزيون ساج يمكن تكون على حسابي انا فهمني ولا ما اما زاد كيف كيف انك تكون اسمك كسيناريست مش شوي يمكن اهم حتى من ممثل حق بالنسبه لي انا من الشخصيات اللي قراب لك وانت تكتب فيها الكل ليه اعطيني شخصيه صدقني شو اقول لك حاجه اكيد فما شخصيه تحس فيها جانب تعرفه جانب شخصي جانب خذيت من ذاتك ولا من المحيط القريب لك وحطيت فيها والله شوف نحكي سورتو الأعمال اللي كتبتهم ولا حتى في إعادة الكتابة جميع الشخصيات نلعبهم نحسهم أنا كنشوف روحي كيفاش نكتب مش سيناريو معناها من قبل من 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 اول سيناريو اللي هو كتبته وتخدم اللي هو مسلسل الريسك معناها كي كتبت مسلسل الريسك اول شخص قرا الخمس حلقات الاولى سي مختار العبيدي وموجه التحيه سي مختار العبيدي اللي هو من بين القامات في الانتاج معناها المسلسلات تشوف فيهم تو في الإعادة الكل منتج المنفذ الكل كان سي مختار العبيدي اللي هو ولد والمؤسسة التلفزة الوطنية شد السنوات وحدة الانتاج التلفزي دونك كي قرا عيط لي كلمني ما يعرفنيش قال لي أول مرة نشوف كتابة بالنوع هذا للتلفزة علاش على خاطر العباد اللي جاوهم السيناريوات قبل كان سيتين كونتينيتي ديالوجي معناها ما فيهاش وصف ما فيهاش تفاعلات ما فيهاش ثم الديالوج الحوار كهو وين البيت شكون فما الشخصيات والحوار وكملنا نتعداو للسيكونس اللي بعد وبعدين رؤية المخرج هو اللي يكمل الحق أنا نكتب كتابة أقرب برشا للسينما أقرب برشا معناها فيها وصف دقيق للإضاءة للأضواء وللمشاعر للانفعالات للتقاسيم الوجه لكل شيء معناها تقريبا اللي كأنها رواية 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 معناها علاش نرجع لل للكتاب للأدب للأدب معناها تأثير مثلا طريقة كتابة عبد الرحمن منيف الروايات عبد الرحمن معناها عبد الرحمن مثلا منيف يخدم برشا على وصف الشخصيات على انفعالات الشخصيات على أحاسيس الشخصيات على المحيط بخلاف القص بخلاف الخرافة بخلاف الأحداث وهذاك كيف حتى بالفرنسية زي كيف بون أنا مغروم والتشويق اللي كان مغروم باولو كيلو زي كيف تقريبا ما فماش عمل يخرج له من من ما ناخذوش ملقري غاليين برشا كتب يخرجوا غاليين كتبته لكن واليوم كيف معناها عنا زي كيف توا حاليا عنا بقى عنا موجة جديدة مهمة جدا في الروايات التونسية تخمم أنك تعمل اقتباس ولا أنت تكتب رواية والله شوف نعمل اقتباس يلزم يكون طلب من الكاتب
أولا لأنه فهم حقوق. علاش طلبوا؟ علاش أنت ما تتواجهش تقرأ رواية تونسية نجم تلقاها اللي هي قادرة على أنها تكون مسلسل تمشي تقوله هاي نعمل المشروع هذا؟ أعطينا شوية كوليس كيفاش تصير الأمور. أنا الحق نكتب الخرافات متاعي، نكتب حكايات يعني. لا مش منحبش، معنى تحويل رواية إلى سيناريو حاجة خارقة للعادة، لكن هوني تتكلف يتكلف هاي نتخيل إيجا أنا نحكي وصحيح نتكلف. تتكلف مدين، تتكلف مدين على المنتج فهمني معناها. هاو شو متطلبات المنتج التونسي؟ منعرفش. هاو نداء إلى الكتاب التوانسة، إذا ثم واحد من الكتاب التوانسة اليوم اللي موجودين اللي عندهم روايات يرغب ولا عنده استعداد لتحويل رواية إلى سيناريو، أنا متطوع هاو ندخل الشركة معناها في الربح وفي الخسارة. هاو هما بيدهم معناها ديما فما أكل، يقول لك فما كانوا تهميش للرواية، علاش ما فماش اقتباس، علاش الروايات التونسية ما تكونش حاضرة. وشفنا احنا حتى في مستوى السينما ومحاولات وأنه ولقاءات تنظمت على أنه الاقتباس من الرواية. يقول لك في السينما فما ممكن نقص في مستوى المواضيع، الروايات، الكتابة، علاش ما ياخذوش من الرواية؟ ينجم يكون زاد كيف شوف عناوين كبرى هذا الواقع حاجة أخرى. يظهر لي ما نعرفش، أنا يظهر لي حتى في السينما العالمية يظهر لي، نعطيك مثال، أنا قريت كتاب دان براون دافنشي كود قبل، شفر دافنشي قبل ما الفيلم، وبعدين كي تفرجت في الفيلم لقيت فيه أسماء كبيرة معناها وإنتاج ضخم، تصدم أنت. خايب صدمت. خايب الفيلم بارابول للرواية مثلا. وهم يقولوا انه تقريبا ما فماش بوكو دادابتاسيون اللي نجحوا، معناها دائما وابدا الروايات، حتى مثلا حتى عمارة يعقوبيان الرواية اشب برشا من الفيلم اللي دونك ريالمون. فما بعض الكتاب يقول لك خلي لي الكتاب متاعي خليه رواية وسيبني من يولي مسلسل أو أنه يولي فيلم. هوني زادة كيف يعني قلت لك معناها هي الرغبة يزم تكون من الرغبة تكون موجودة من صاحب العمل. ناخذ مثلا ثم قصاصة وروائية وأستاذة عربية نحب برش ليه بلقيس خليفة مثلا تعاملت مع سبيل الحربوي في رواية خذها حولها إلى فيلم قصير وكانت ناجحة. أما ما نعرفش التجسيد بين الرواية وبين الإخراج السينما في تونس ما فماش حتى تجربة هذول، ما نذكرش. فما فيلم طويل لا فماش، لا مسلسل، لا فما اللي تيلي فيلم تعاملوا فما تيلي فيلم يعني شريط تلفزي. نرجع لك للسيرة الذاتية للأيام. عندك شخصية تحب تكتب لها السيرة الذاتية ولا مخمم ومفكر؟ فما برشا شخصيات، سورتو شخصيات نسائية في 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 تاريخنا، ما برشا شخصيات قوية معناها سورتو الجانب التاريخي. لكن تبقى هوني ديما الإشكالية متاع الإنتاج، إشكالية الإنتاج اللي هو معناها السلسلات الوثائقية التاريخية البيوغرافية ذوما مشد جدا. معناها هذاك علاش اليوم ما فماش، ما تلقاش، ما عندناش الإمكانية يعني متاع معناها حتى الـ معناها ما خدمناش عليه مقبل باش يوليو أمورتي. اليوم باش تعمل عمل تاريخي ديبوك مكلف، خاطر مثال، نعطيك مثال، انه ثم ديزونغار كبار في روسيا مثلا اللي تلقى فيهم لي كوستيم ولي زاكسسوار ولي زونجان. ونذكر عماد مرزوق كمنتج في فتره ما يقول لي عمل يسري يطلع الروسيا يقول لي هذيك القضية 416 كما نكاية 417 القضية رقم مشي وجابوا دي زاكسوار دي كوستيوم من غادي. علاش من غادي؟ خاطر أمورتي تكريه برشا مرات
معناها بالحق نحكي مع المنتج وقت عماد مرزوق يحكي لي على أسوام زهيدة جدا باش تكري. علاش اليوم؟ على خاطر هذوك تخدموا في 100 و150 و200 مسلسل وفيلم وهم أمورتي ديجا موجودين. احنا ما عناش، احنا كليت من التونية، احنا اللي ديكور اللي موجودين اللي عنا تكسروا وتخربوا وفاو، ما هماش انترتونيو. علاش؟ على خاطر ما فماش برودكسيون، ما فماش انتاج على طول العام. اما نرجع للشخصية، الشخصية اللي انت ما سميتنيش حتى شخصية، حكيت في العموم، حكيت على برشة، لا برشة شخصيات، شخصية اللي هكا تشدك تحس انه حياتها درامية، ونعرفوا احنا شخصية على شخصية تفرق. ثم شخصية الحق، ثم شخصية قريت عليها شوية وتعجبني كمرأة، معناها شخصية أم الزين الجمالية. مش خاص لو كان نلقى مؤرخين ونلقى نلقى معناها ناس اللي خاطر أنا ما هوش اختصاصي، أما اللي نجموا نتعاون باش نحاولوا شخصية كمان هذه مثلا الشخصية التاريخية. ثم برش شخصيات، فرحات حشاد، فرحات حشاد اليوم لغز 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 وفاته. ثم شخصيات اللي ما يجيش اليوم نقراو الاسامي نتاعهم وكأنه خايفين. اليوم ثم برشا شخصيات قادرة على انها تتجسد وتشد ما عنيش للاسف ديما مشكلة الفلوس. ما عنيش خلني مشيو للسؤال الثاني هكا. ليه ثم شوفوا نعطيك حاجة أخرى، علاش نمشيو لبعيد الشخصيات؟ ديرنيرمون اكتشفت أنا نحضر في هكا بتي بروجي، اكتشفت شخصية معناها أطوارها غريبة جدا من مدينة جابس، وبالحق يتصور فيلم بكل حيثياته، ولازم يكون يدور لي العائله نتاعو مازالت موجوده، اللي هو سليم مرزوق. شخصيه سليم مرزوق اللي هو الرجل الاسمر وقرا في فرنسا وقرا في امريكا وكان باش يتعين في وقت بورقيبه في منصب رفيع المستوى، لكن دارت الأمور وكمل حياته في الرازي اللي توفى. معناها اليوم شخصية كمن هذه عندك برش شخصيات، الشخصيات يلزمها برشا بحث ويلزم فما كل التفصيل. قلت لك انا شكون عطيتك برشا وقت، انا شكون عطيتك؟ انا عطيتك ام الزين الجماليه اللي هي شخصيه تاريخيه قديمه، معناها سنوات عديده، معناها قرون. وعندك شخصية اللي ما عندهاش حتى 30 سنة من اللي توفيت. باش نختموا بهذه، أنا فقط نحب معناها نسأل محمد علي دمق في تجسيدك للشخصيات التاريخية، مهم نعرفه أنه تترك للخيال للسيناريست أنه هو يعمل لك الإضافات متاعه. لهنا مجتمعنا يقبل الإضافات في مستوى الشخصيات والسلطة المجتمعية والسلطة اليوم. علاش توا جبت لك؟ شو جبت لك على زوز؟ انا جبت لك على 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 زوز، معناها كي نقولوا ام زين الجماليه راه فما مرجعيه دينيه، وكي جبت لك على سليم مرزوق راه فما مرجعيه سياسيه جهويه اخلاقويه اللي تحب انت. دونك اليوم تاريخ كيما تاريخ الحركه الوطنيه نتاعنا، الشيء اللي تكتب، علاش جبتك على الرايد البجاوي؟ تفهم فيه توا؟ معناها راه سوندي كود. اليوم احنا ساعات تحس انه السلطة السياسية ما عندهاش الجرأة انها تعيد البحث في برشا حكايات في تاريخنا، خليها كيكة اللي ودي ما تعرف التاريخ يكتبوه الفايزين منتصرون هذيك في العالم الكل في كل المراحل التاريخية. وش خاص احنا لو كان نرجعوا ونحلوا ونبحثوا ونصوروا؟ هذه ادوار تقوم بها مختصين في التاريخ، في الاجتماع، في الاعمال الفنيه كذلك، باراده سياسيه، كل مربوط ببعض باراده سياسيه. نمشيوا للسؤال الثاني.
نمشي للمحور الثاني باش نبحثوا توا نمشيو افقي من عمودي الى افقي. كلمه تتكون من 12 حرف هي من البحار، والجزء الثاني من الكلمه نحكيو الجزء الثاني 12 كلمه، السته والسبعه والثمانيه والتسعه والعشره والحداش، يعني الجزء الثاني من الكلمه هائج معكوسه وجزء من البحار. هائج هو من البحار يعني. هائج معكوسة. شنية العكس الهائج؟ هادئ. وال المحيط الهادئ. المحيط الهادئ. هكا سهلتها. هي سهلة برشا. سهلة على البحار والتغيرات ونعيشوا فيها التغيرات المناخية تقريبا حديث الساعة. نعيش في حرارة قاعدة تتجاوز أرقام قياسية. شنو علاقتك محمد علي بالمحيط بالبيئة؟ الاهتمام هذا اللي تو في السنوات الأخيرة قاعدين نعيش فيها، أنت علاقتك بطبيعتك تحرص على النظافة، تهتم بالمحيط، باللي ممكن ما تكونش فيه برشا من بعد بشوي بشوية ولينا فما كلبيب وفما البيئة، شنو علاقتك بالمحيط؟ نحب اللبيب ولا غادي اللبيب كي جت فترة من الفترة ما عنده حتى دخل، هو تظلم لبيب ولا تظلم. أما لبيب قاعد شخصية رمز للبيئة للمحيط، نذكر وقتها كيفاش حتى الفضلات الرسكلة ولا فما وعي. أنت كإنسان كمحمد علي دمق في العائلة. الحق الحقيقة أنا الحقيقة لا الحق أنا منظم وزوجتي مغرومة برشا بالنباتات ومغرومة بالتكوين، معناها نبيلة وصلت تعمل دي زاتوليه للصغيرات في أنواع معناها في المسألة تحية ليها الممثلة نبيلة قويدة نحيوها. دونك في شنو تزرع، شنو النبتة، الأسامي متاعهم، السلالات متاعهم، المسألة هذيك الكل احنا منظمين معناها من في الدار الخضار موجود. الخضار موجود حتى في النفايات المنزلية متاعنا، التبابز زي تيشوا وحدهم، ثم الخبز وحده، البلاستيك وحده، التوسكي صلب معناها حديد وحده، والنفايات اللي هي متاع العادية متاع اليومية معناها وحدها، معناها من 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 خلطوش وتغيرني البلاد. الحق أنا حضرت على تونس نظيفة. تونس تاو مش نظيفة؟ لا معناها جيت بريود مع المسرح سفرنا برشا بالحق، كنا نقارنوا تونس بالبلدان الأخرى، موش على فلوس وموش لا، على النظافة وعلى الكياسات وعلى النظام. بالحق معناها منحبش نذكر دول، لكن تونس كانت من أنظف الدول العربية، من أنظف، ما نحكيش على أوروبا، نحكي نقيسه. مشيت لبرشا لأفريقيا ومشيت برشا للدول العربية تقريبا الكل زرته. تونس في الألفينات من أنظف الدول العربية، خاصة دول الجوار، خاصة اليوم هما قفزوا بين طارو. بيه محمد علي وانت في الشارع تمشي تشوف أي على ساقيك، تشوف في مواطن صالح أو مش برشا يستعمل حاجه بعد الى وحا نسبه. انت ردت فعلك ليه تسبك هاو ما تمشيش تحكي معاه ولا نسبه ولا كهاو ليه نسبه تهز ما تهزش معناها نسبه بانه منطق مش نتهجم عليه لا اخلاقيا، انا ما مش نقول له عليه، نقول له معناها قول له عليه هكا تتكلم تقول له عليه. عشت هالتجربه اي وبيان سور تقريبا 70 80% من المواطنين اللي يقولوا انا علاش طي شكاكه يقول لي كانك متقلق هز انت تهز نهز 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 نهز. الظواهر اللي نعيشوها في اما المشكله وين؟ انه الحجم
معناها أنا منعطيك مثال، أنا نعيش ونخدم ونسكن ونتحرك في منطقة اللي هي سواديزون كثافة سكانية، لا اللي هي منطقة راقية. معناها كمية الفضلات نتاع البناء بالزبلة والحصالة والمتجنينة اللي موجودة في مناطق المنارات والمنازل كبيرة برشا. هذا نحكيه في منطقة راقية، ما فهميش تدخل نتاع، ما فهميش تدخل بلدي، ما فهميش. نمشيو طول البحر شوي، خاطر انا حطيت حابه نشوف نشوف ولد صفاقس. استنى قلت لي انت قلت لي البحر برك، وانا وليت نرعش وليت نرعش خاطر تحب البحر. اه يا الله نحب البحر، نحب اكسبير في الحوت. ايه يمكن بابا شو الشاطئ اللي كنت قبل في صفاقس تمشي وتعوموا فيه؟ قبل كنا نعوموا في البرتو الكل. تتنقلوا؟ ليه بالكل تعوم كانت قبل، توا ما عادش تعوم. معنا صغري انا نعوم في الكل، معنا انا كنت عندنا دار في شتا مدغسكار، مدام كاسكار اللي تنحت او معنا جيل اللي اصغر مني انا ما يعرفوش، انا خلطت عليه خلوط. أنا كانت عندنا دار السيف، عندكم دار السيف؟ دار السيف. وبعدين الشتوت الكل معناها إن أنا عشت في رفاهية محمد علي، الحمد لله الحمد لله. مش الفوق برشا ومش اللوطة برشا، ما مستورين الحمد لله. أما علاقتنا زاد كيف كيف، أنا قلت لك أنا بابا يرحمه كان الفورماسيون بتاعه نافيغاتور، كان في مجال البحر والسفن اي ماكينجي نتاع ميكانيك ميكانيك نبال نتاع باتويت نتاع التجاره العالميه، معناها مش حوات، مش أيه. بالانسي، لا لا نتاع نقل الشحن البضائع عبر العالم. دونك فهمني، دونك يحكي لي على المحيطات، ويحكي لي على انواع الحوت الموجودين في المحيطات، يحكي لي على اكبر موانئ العالم فهمني. دونك وبعدين صغري نذكر نخرجوا للستاد بيدينا هيك بليدين، وبعد ولدت بالسنارة الخيط بعد هذاك. اما بليدين طلعوا البحر هادئ، اما البحر زادا يكون عاصف، وذاك هي الحياة الفوق اللوط. محمد علي وقتاش تبدا هيدا، وشنية الحاجة اللي تخليك تنقلب الى الهيجان في علاقتك مع اولادك في اعمالك؟ النكران، الجحود. انا اكثر حاجة تقلقني في الحياة هي الجحود والنكران. قابلتهم برشا ردة الفعل متاع الجحود؟ تمرضني، نبقى بيني وبين روحي نتساءل نقول علاش هال اللي هي مسألة تافهة وبسيطة. كيما شنو مثلا كان بسيطة نكران وجحود؟ ما نهرش انا انسان تقديله قضية، ايه تقديله قضية، تخدمه في خدمة، ماك طالب حتى باي وما كتالب حتى مقابل مادي إلا أنه يهز تليفون يقول لك مرسي، يقول لك سامحني، يقول لك نعطيك مثال عادي تو. مثلا عبد يجيك في غسرة ضيقة مادية يقول لك سلفني مليون ولا 500 دينار، ولا تسلفه تعطيه، يجي العيد بعدها هي فهمني، ولا ما يكلمش يهيد عليك، هو في مخه هو انه كان باش يكلمك باش يذكرك في الفلوس. يا صديقي خليك كلمني قل لي عيدك مبروك، تقول لك انا بارك فيك، كي نتقابلوا بعد العيد وقول علق معنا ابعث لي مساج قل لي سامحني فهمتني. صارت لك هذه عشتها لعبيت التلف ببرشة متعيشة لعبيت التلف. العلاقات هذه تلقاها اكثر في الوسط الاجتماعي المهني في الفن مهني. المجال وصف لنا شوية المجال من الداخل محمد علي، ما تكونش هكا دبلوماسي، عطينا خلي اللي يسمعونا يعرف هكا شوية. صحيح أنه المجال الفني الداخل فما تحكمه برشا العلاقات، تحكمه نجم نقوله
معناه شلة تحبنا نعطيك توصيف سهل برشا مثلا كي تبدأ عائلة فيها أربع أنفار ويحطوا باش يتعشاو قصعة كسكسي واللي هذا قدامه لحمة متكرومة فيها نص رطل فهمني تمشي واحد باش يتلفت لحمة هو باش ياكل ويشبع ويقوم يتكى ونجم يفضل من اللحمة كان هو من الكسكسي عنده الرغبة ديما انه ياخذ اكثر كي تبدا العائلة لا كي تبدا العائلة فيها 20 ويتحطوا لحمتين برك شو يصير سرتو انه اصفن انت شنو يصير ولدي نجم يعطي لك صبعك معناها هو هذاك هو لانه ساعات اللوم وساعات النعذر ساعات اللوم وساعات النعذر معناها انا الحق مانيش داخل برشا في الـ عندك الاكتفاء المادي نخدم على مهنتك نخدم استاذ نحاول ان يكون عندي الاكتفاء المادي ما عنديش تبذير وعندي اولويات نجم ما عنديش تبذير شو تقصد كيفاش تعيش معناها اليوم انا ما تعيشش بانك زادة معروف وعندك ممكن الناس يزمها تراك لبس مضخمة ممكن سيني تقع في أماكن راقية اللي تتكلف تهبط تصاور كما توا قاعدين نشوفه على انستغرام يلزمني نكون هاني قاعدة في البلاصة الفلانية هاني خرجت هاني عملت هذا البهرج اللي يعيش به أو يدور حوله الإنسان المعروف شك تغزل لي هكا كأني نحكي على حد آخر موجودين تشوف فيهم نشوف فيهم ربيعينهم هما اختاروا حياتهم هكاك انا حياتي ما فيها ما يتصور صدقني علاش ما فيها ما يتصور حياتي لان حياتي بسيطه جدا لا عندي سيني لا عندي وين نخرج لا عندي وين نمشي حتى كي نمشي نخرج نعمل قهوه من دو متر من قهوه بسيطه عاديه من داري ليه معناها أنا قلت بأولوياتي أنه وليداتي يقراوا بالباهي وليداتي يعملوا ديز اكتيفيتي اللي يحبوهم نعيش عادي حسب إمكانياتي نعيش عادي معناها بالحق أنا ما عنديش في الإمكانيات متاعي أنه مثلا نجي منهز عائلتي وأنا ومرتي وزولادي نمشي نعملوا فواياج مثلا اللي مش قادر طبعا لا منيش قادر أرخات اللي كان نعملها توكي الرجع أقول لك بلي نجم تسلفني باش نقري صغاري ما نعمليش ثم عباد يعملوها ثم عباد يسافر ويصيف ويتشخلع ويبدل لك راهب وبعدين يكلمك يقول لك تمشي سلفة مع فهمتني برشا فنانين وممثلين دخلوا العالم الانستغرام وتيك توك تو وليت فما اللي يعرض بضائع فما كل واحد وكيفاش علاقته بالتيك توك والانستغرام انت قاعد تتفرج تشوف ساعات نقول صح عليهم عندهم برشا وقت اما يدخلوا فلوس على خاطر والله اللي فهمته انه ما يذول لي انه مش سعداء برشا كيفاش عرفت نعم مش سعداء برشا يدخلوا في فلوس اما مجبرين انه معناها شوف كي تولي تحب تعمل حاجه مجبر باش تعملها باش تدخل الناس في حياتك اليوميه انا ما نقبلهاش برشا انا نتقاسم بعض اللحظات اللي نجم تكون تعطي صوره باهيه فهمني اما عنديش استعداد انه نتقاسم كل شيء مع الناس محمد علي واحنا نحكيو على لي ريزو سوسيو اكيد نعيشوها التجربه دي ونعرفوها خاصه عاد كي يكون برشا ضو عليك في رمضان كل رمضان
يكثروا معناه نجم نقولوا الطبق الرئيسي وقتها هو المسلسلات والأعمال الدرامية. فبالتالي النجوم فما والممثلين فما طلب عليهم من الإعلام ومن كذلك الناس اللي تتفرج. فبالتالي برشا رسائل تجيك في البرانسيبال وفي الأوتر. صار هذا بعد باب الرزق وحتى قبل في شوف الأكابر ومسلسلات اللي قدمتها. أنا شو أقول لك حاجة سهلة برشا الحكاية. أنا على مود نحكيه في في البحارة أي. أنا ميه راكدة بحر غير متحرك غير متقلب. أنا غير صدامي مانيش صدامي من نعركش. يوم كنا جيت للكتيبة معناها جيت للكتيبة بالتمثيل دونك معناها أنا شخصية عامة قبل من نكون كاتب. يمكن هذا الفرق بينه وبين بعض السيناريست الآخرين اللي ما يعرفوهمش العباد بالصوت والصورة. فالحق ما مانيش مطلوب برشا في الـ في الـ في الـ في البلاتوات السينمائية. وإذا بلاتو سينمائي حقيقة الحق ما نمشيلوش. ثم بعض البلاتولات الناشئة الجديدة المتشعبتة أي. اللي تحب هكا لا وما عندي من انت هكا عنا سنين نعرف بعض من سنوات إذا ثم حاجة في الفون في الكريتيك في 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 نبني ونحكيه. أما هذه شخصنة الأشياء والمشاكل والعرق رغم اللي انت خدمت مع بعض البلاتوات والبرامج اللي كان السيمة الكبرى هي البوز والتسويق ونجيبك وانت والشخصية خدمت في ما وراء الكواليس. هم يطلبون انت ثم معناها هم يطلبونش معناها شي كانت مهمتك بالضبط محمد علي في البرامج هذه؟ رئيس تحرير. رئيس تحرير انا نحدوا لي ديريكتيف الكبار كيفاش وقتاش نطلعوا العاصفة وقتاش نهبطوا العاصفة معني تتخدم كل شيء مخدوم طبعا. كل شيء مخدوم كل شيء مكتوب في البرودكسيون. وتبدأ انت راضي على روح معني راضي على المستوى لو كان انت تخرج من رئيس التحرير وقلوا لك هاي إيجا ضايف تمشي لا شو خليك تقبل هو أنا في 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 فترة ما كنت كرونيكور بعدين عرفت إنه سوف الكبير زمان معناها تنجم تضحي بكاريرك ما هيش تبدل كارير مش تضحي. معناها أنا كنت نجم نكون ناجح بالكدا فيها لو كان خيرت إنه نبدل كارير كريمه بس دي فوكاسيون راه معناها هي مسألة تقبل. معناها نجم قول انا ما عادش نمثل وما عادش نكتب ونحب نبدل كارييري كرونيكور ولا انيماتور في النوعية هذيك. شو يعيشوا وانت قربت الكرونيكور اللي يتناولوا المواضيع هذيك ويعيشوا بالانستغرام وبال شنو اليوم يمتحها وشنو الخوف اللي نجموا يتعرضوا له او نجموا يقولوا الضغط اللي يخليهم ممكن قلت انت ما همش سعادة عندهم الفلوس اما ما همش مرتاحين. اني فسرت لك انا على خاطر مكسبوزي معروضين على خاطر معروضين هم خاطر معروضين وخاطر يلزم يعدي أشياء. معناها سبحانك يا ربي أنت يا أخي كل يوم يلزمك تقوم الصباح متفائلة وتضحك أحيانا تمر بأشياء اللي تقلقك إنسانيا فهمني. ما تنجمش تغيب على مدامك أنت عندك سرتولة هذوما الكولابوراسيون هذوما اللي عملوهم ما تنجمش تغيب لازمك ديما تكون موجود. شوف نعطيك مثال مؤخرا مانيش باش نذكر الأسماء أم مؤخرا مثلا صارت حادثة متاع فقدان أنا ما نعرفهاش الفتاة
فهمني، في عنف وين شبابها احدى المؤثرات فهمني، ولا من عائلة كبيرة وعندها برشا متابعين واصدقائها موجودين برشا، واصدقائها الكل تأثروا وتصدموا عادي فهمني. هي بين توحشناك وبين الله يرحمها تلقى برودوي متاع ماكياج وبرودوي متاع ريستوران وبرودوي متاع شلاكة متاع صيف وبيسين ودار في جربة معناها ما تخليش حتى روحك الفرصة انك تحزن على قاعدة معناها. تتخيل انت وانت تنجمش تعيش العواطف او المشاعر الانسانيه الخاصه بك، راهو نجم هما يقنعوا رواحهم يقول لك لا كل حاجه في بلاصتها، ماهيش كل حاجه في بلاصتها. وقت اللي تحزن انا اقنعتك انا يعني بالوقت معناها جديده يعني محمد علي، وقت اللي تتقلق تمشي للموسيقى تسمعها وحتى كي نفرح بها. باش نرجعك الكلمات المتقاطعه، يلا كلمة تتكون من أربع كلمات، مرة دي عمودي هكا، مرة أفقي، مرة عمودي. تبدأ من الحرف الرابع من الكلمة الأولى، أوكي، من كلمة الأيام. الكلمة كما قلنا تتكون من أربع حروف، دونك هي من المقامات الموسيقية الشرقية، يتميز بطابعه العاطفي والجمالي، يستخدم في التعبير عن المشاعر الحزينة والمواضيع الرومانسية. فما واحد آخر عاود لي قول لي في أربع حروف. أربع حروف وتابع الأيام بيخو من أيام الألف معناها. لا مش من الأيام، من المحيط الهادئ. انا غلط شويخ وهي هذيك علاش اي محيط الح واخو الح عندك الحرف الح اي اوكي هو اللي يبدا مقام. بها مقام اربع حروف مقام من المقامات الموسيقى الشرقيه يتميز بالطابع العاطفي والجمالي. مثلا نقول لك انا حبينا فريد لطرش غنية حبينا مقام في حرف الحاء. شبي راحت علي المقامات طلعش انا غاطة في المقامات في بالي مقام الحاء. قل شنو تقول لك مقام ولا حجاز. الحجاز صحيح مقام. انت دارس موسيقى مغروم عندك تكوين موسيقي مغروم. انت قبل المسح مشيت للموسيقى بديت كذلك. علاش قلت لك انك تتقلق تمشي للموسيقى؟ بديت في الموسيقى والحق مانيش ندم. شو يضيف الموسيقى للكاتب للمسرحي للممثل؟ اما سنسيبيليتي كبيره برشا بيان سور. ما تنساش حاجه انه الكتيبه بالكلمات وبالمشاعر زاد هي كي يبدا عندك الايقاع ويبدا عندك التمبو صحيح تولي كتابة سيمفونية كيف كيف في الهارمونيك ثم زاد كيف كيف بون. بالنسبة للسيناريوهات ما نمشيوش برشا في الـ في الـ في, الـ في نوعية من الإيقاعات المعينة من النطق، لكن زاد كيف كيف التمبو والتوقيع والقوافي والإيقاع سورتو في المسرح. دونك يلزم ريتميك معين في الكتيبة. الموسيقى حاضرة إذا في العملية المسرحية بيان سور. الموسيقى اللي أقرب لمحمد علي دمقت اللي تطلع للكرهبة تحطها ولا تدخل للمكتب متاعك؟ طب بعد نعرف طقوسك في الكتابة، تحط الموسيقى من الأول هكا بتبدأ تدخل في الجو العام في المود؟ والله لا مش برشا مش برشا. معناها الموسيقى نسمعها كي نبدا عيني باش نسمع الموسيقى والحق ما حبيتش نبدل، ما بدلتش برشا في استماعاتي الموسيقية. معناها الموسيقى اللي تربيت عليها قعدت ديما هي بيدن الحنة لها. معناها هي اللي تحطها في الكهرباء، نحطها في الكهرباء كيماش نلوج عليها. ما الموسيقى التونسية القديمة معناها نحب الموسيقى التونسية القديمة الكل، معناها
الشرق نتاعها وبالعروبي نتاعها الكل معناها القصبة المزود ولا الشرقية الوترية زادي كيف كيف القديم 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 شو نحكي القديم إلى حدود الطربي معناها جيل التسعينات جيل التسعينات منين ما نعرفش أنا في فما جيل في الألفينات يقول لي تخلق معناها فما جيل كل وقت عنده جيل متاعه ما فماش قعدت في الاستماع لل لا لا جماعة شوف جماعة الألفينات جماعة الألفينات اليوم تو ما عاد الشباب من قعدوا في الإعادات ما مش في الإنتاج معناها نحكي لك أنا الجيل اللي نحكي عليه أنا هو جيل أمينة آخر جيل جيل اللي ينجو نجد عطية عدنان الشواشي ما تبعش الجيل الحالي روضة عبد الله ولا نتبع محمد علي شبيل نتبع صحابي ياشي حتى فما جيل جديد توا قليل الانتاج تم روضة يمكن روضة ما في محمد علي شبيل مش قليل الانتاج مؤخرا خرج ألبوم يا صديقي محمد علي شبيل قليل الانتاج معنى اللي عاودوا غنيات أكثر من اللي الألبوم الأخر ما سمعتلوش سمعت ومهدي عايش صديقي كيف كيف شوية راهو معناها الحق معناها مقصرين الجيل هذا مو عندهم زادة هما نفس الإشكال إشكال الإنتاج والفلوس ونرجعوا للغادي الغني اللي عندك معاها حكاية فمش صوت موسيقى أثرت فيك كي تسمعها تقول لك حاجة شنو والموسيقى دايما مثلا قعدت في الطربي اكيد فما غنيه نتاعك هذيك غنيتك تونس نحب عليها نبيلك تسمعها تقول تونس نحب على الرياح نحب جموسي مثلا مصر نموت على محمد عبد المطلب ومحمد قنتي ام كلثوم الكل هذوك محمد عبد المطلب مثلا كنا هكا نحب نسمع غنيه نحط الناس المغرمين مثلا نشيخ بها نحط ثم غنية تعجبني أنا ونبيلة وينك يا غالي انت جموسي وفهمني تخيل راي تسجلت لهنا باس في استديو انا استديو انت صار في سفيق يمكن مثلا والله دونك الحق مثال من ما تخيلنيش قاعد مثلا اذا ما عنديش خدمة ولا حاجتي بيها نحب نسمع ولا ما تخيلنيش حط غنية متاع رابور تونسي تو نسمع فيها ما تخيلش في المسلسلات وفي الأعمال نلقاو خلفيات المشاهد تبدأ موسيقى موجودة هذاك اختيار ممكن المخرج أكثر لا لا اختيار اختيار الكاتب أنا ما نسمعوش برشا في كتاباتك خلفية موسيقية معني في وقت اللي نتفرج في مسلسل مش برشا الخلفية الموسيقية اللي تبدأ حاضرة كشخصية من الشخوص مثال. رغم المرجعية الموسيقية مثال لا مثال السنة عمل جلسة كاملة مع جماعة الدبو اللي عملوا الموسيقى وفسرت لهم الجو اللي حاجتي بيه وحكينا على الإيقاعات التونسية اللي حاجتي بيها والفرق بين الإيقاع الحضري والإيقاع البدوي وقلت لهم تم إيقاعات نجموا نخدموا عليها فما إيقاعات ديجا تسمعت وتسميت على خدمة أخرى ما زالت تدور لإيقاع البنوارة قلت لهم ماذا بينا نبعدوا عليه أنا قعدت تقريبا 3 سوايع في الريونيو مع جماعة الدب مكتوبة بالعكس مكتوبة الإيقاعات مكتوبة أبشر رجعك للعبة احنا الكلمة اللي قيناها قبل حجاز دونك شد في الحجاز طيب باش نبحثوا اللي احنا في التونسي عن يقابلوا الاصبعين الاصبعين والكلاب الاصبعين هاو الموسيقى اللي فيك قاعد يتحرك وانا يعجبني برشا برشا الحجاز كارد الشرقي اللي فيه مثلا غنيت بعت لك يا حبيب الروح بدا فيروز ايش بك توشوش عاد قولها ليش كنت قولها بعت لك يا حبيب الروح حبيبتي نبيلة يحدد حبيبتي وكها وزوجتك نبيلة قويدة محظوظة بالحب نبيلة ربي يتمم عليكم محمد علي بشراجك توا للعبة كلمات المتقاطعة نبحثوا على اسم مخرج تونسي يتكون من 6 حروف
هو اسم علم مذكر معناه المنسوب إلى النور، وهو الضياء والبياض. نوري نوري من نوري بوزيد. نوري بوزيد إجابة صحيحة، سهلة، سهلت عليك. أي من نور. أنت اخترت لي اسم من المخرجين التوانسة اللي تربيت على فرشت على الفيلم الكل، الحسد كل كل وفيلم الكل. شو اللي يميز فرش فيهم في السينما على فكرة؟ في السينما في صفاقس ولا تونس؟ في صفاقس وبعدين في تونس. معناها ريح ست فرشت فيه في صفاقس. شو اللي شدك في نوري بوزيد المخرج؟ نوري زوز حلقات، فما النوري القديم والنوري الجديد. بمعنى القديم وين تحدد القديم؟ وين يقف القديم؟ القديم يقف وقت اللي هو قرر يبحث في مباحث جديدة. معناها بين الالتزام، بين الالتزام السياسي والمبحث الإيديولوجي، يظهر لي ثم زوز نوري بوزيد. أنا هم الأفلام اللي معناها من ميكينغ أوف تبدل النور من ميكينغ أوف. أنا ذول اللي ننتظره توا حاليا، هو بش يعمل فيلم في فيلم قريبا، يذول بش يخرج ولا يسوي. أما لهني أنت تغزل له كمتابع مغروم بالسينما. أي. وإلا بالنسبة لي أنا أحسن كممثل. شو أحسن؟ لا بحكي لك كمتابع، أحسن فيلم عمله النوري في ذهني أنا هو ريح السد. الحق علاش ريح السد؟ لأنه الحكاية إنسانية، مبحث إنساني، بعيدة على كل تجاذبات إيديولوجية، تجاذبات سياسية، وبعدين ماشي ويغمق. معناها إلى ماشي ويغمق في النوري في الأفلام تاعه. فأحسن فيلم على ما أظن هو فيلم الأول ريح السد. ريح السد يمكن زادها على خاطر المحيط اللي صور فيه نعرفه. صور في سفاقس، صور في سفاقس. ولو أنه المواضيع اللي حكى فيها وقت اللي حكاه أنا مازلت صغير وجهن، معناها فهمتني، لكن الخرافة. أنا مشكلتي حتى مع الموجة الجديدة متاع الأفلام هذه، الحق في منصورة مريقلة، الأداء مريقل، مشكلتي في ستركتور، مشكلتي في الخرافة. خرف الخرافة. أراه ونحب نقول للي الناس تعمل في السينما، أراه لفرير جريم اللي كتبوا لي ميني كونت هذوك اللي نعرفوهم 120 عقلة الأصبع وسندريلا هذوك. أراهم زوز فلاسفة، سون دو فيلوزوف، زوز فلاسفة ألمان كتبوا هذوك اللي ميني كونت هذوك لليوم اللي خدم عليهم بعد كابرينو بيت لايم، خدم عليهم مورفولوجي دو كونت. كيفاش نبني خراف ستركتور متاعها؟ راهو خرف لي خراب إنساني. أحكي الحكاية، المشكلة متاعنا اليوم يظهر لي ولات إنه كين ثم إنفريسراسيون متاع زعم هذي آخر فيلم نعمله نحكيه كل شيء فرد وقت. دونك يحب يحكي كل شيء فرد وقت. راهو الباز متاع السينما والحكايات والخرافات اللي هي التراجيديا اليونانية، هذيك الباز بدأتنا غادي. راهو كان في مكان واحد في زمان واحد وحدث واحد، رانا نحكيو على خرافة شخص واحد. والعباد تتبعه. اليوم كانوا العباد تحكي كل شيء، تحب تحكي الفن وتحكي الإنساني وتحكي السياسي والفلسفي والوجودي والأحاسيس والشك والكل. فرد سلم. محمد علي، حكينا احنا على نوري بوزيد، قلت اللي هو المخرج المفضل بالنسبة لك السينما التونسية. بخلاف السينما التونسية عندك اطلاع،
تتفرج في أفلام خارج تونس؟ أنا هو الفيلم أو المخرج اللي في المكتبة السينمائية قبل كانوا بال معناها نبداو بكشريط بعد دي في دي توا رقمي ولينا. باه شوف، هو فما زوز مراحل، ثم مرحلة متاع لي فيلم كولت أنا اللي متاع ليكول إيطاليان سينما، وعليك الأفلام الكبار متاع متاع هوليود اللي تفرجنا فيهم الكل في من وقت الكاسات ومن وقت الدي في دي. ما فماش مخرج برك الحق، خاطر مدارس مختلفة مدارس مختلفة. وبعدين ما تنساش حاجة أخرى، إنه جاتنا الفرصة في أيام قرطاج السينمائية إنه ثم معناها اطلاع كبير على مدارس مدارس وسينما، معناها أنواع كبيرة متاع السينما مختلفة جينا، ما هو مش كوميرسيال، معناها متاع سينما دوتور، حتى من 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 أفريقيا السمراء، من شرق آسيا، من البلدان الاسكندنافية، من جنوب جنوب أمريكا. الحق تلقى تلقى ديزابروش مختلفين، ولكن يمكن توجهي على خاطر زادة كيف كيف واحد ولا مشي مشي على الدربة متاع صنع متاع الكتيبة متاع السيناريوات ومتاع المسلسلات ومتاع السيري، انه توا ثم خمسة ست سنين عشر سنين نقول واحد من اللي طلعت الموجة متاع السيريات الامريكان كيما لوست وكيما كيما جيم اوف ثرونز وكيما برشا. معناها الحق ثم ثم مدة طويلة تبعت السيريات، معناها ريمون قبل تستهلك. قبل بي تي في معناها نمشي نخوم على أقراص، معناها دي في دي نستهلك ونبدا نستنى في السيزون وقتاش يقبل وقتاش تجي السيزون الجديد. وبعدين وبعدين تعلمت نصب نصب وحدي، معناها نستريمي وحدي. وديرني رمو اللي تنتبع بالحق، أنا العدم نتبع أنا قبل كنا نتبع كما هي التونسي المسلسلات المصرية، تو اللي تنتبع في الـ في الانتاجات الموجودين على البلاتفورم العرب نحكي لك. آخر حاجة شفت آخر حاجة شفتها مصرية، تفرجت على على نسبة مشاهدة وبديت في حاجة حصل على جائزة في مهرجان العربي لإذاعة التلفزيون. يستاهل. أنا بدي تبعته 15 حلقة. ولو إنه ولو إنه نقاش صغير هكذا شوية، إنه الحلقات الأخرانيين دارين مزروبين. تفيق بيهم. زربوا في زربوا ومشاو ومشاو في أحكام أخلاقوية. ممكن الجلسة متاع المحاكمة والأب ما قبل الطفل كيفاش العقاب ياسر معناها. أما حلول التعاطي ما اعتمدش على نجوم كبار بحكم أنهم شابات، لكن الأداء متاع التمثيل كان انتصار ورأى مسلسل قبل. هو تبعت سلسلة كورية ودبلجة، وديرني رمو بديت في سلسلة مغربية مغربية. نحب نشوف نحب نشوف تجارب معنا السيل متاع الكتيبة متاعهم، خاصة أن المغرب قريب ممكن من الثقافة من لا لا هاني نلقاني قلت لك معنا هاني قلت لك مصري ممكن اجتماعية نحكي لك تو بعد بعد رمضان. هذا ايش تفرجت؟ ما تفرجش في السوري. السوري ما يذولي ما كسروش السوري، قاعدوا هم بيدهم راه معناها السوريين قاعدوا هم بيدهم، بالعكس معناها المسار وهم اللي قاعدين يكسروا ويعملوا حاجات ممكن جديدة. ظروف الحرب زيادة ما تنسيش أثرت في سوريا على الدراما السورية. الدراما السورية قاعدة مرتبطة يذولي بال بالتلفزيون، أنا توزع للتلفزيون. أنا نحكي لك توا على البلاتفورم دونك التوجه لفورمات اللي بلاتفورم مثلا على نسبة مشاهدة راهو ضرب بلاتفورم أكثر من التلفزيون، فهمت؟ مهم أنه ندخل في تجربة البلاتفورم في تونس. لا صعيب برشا كان الظروف. وجيها جندوبي في رمضان ما عنديش مسلسل، قامت بتجربة، احنا قبيلك حكينا على مواقع التواصل الاجتماعي، شفناها قامت بتجربة تيك توك لايف
ويعني نجمو نعش نصنفوها كيفاش سيري المفيد مدة قصيرة وتعرضت في التلفزة وكانت حاضرة في رمضان. هكا التجربة هذية أنك معناه تستفيد زادة من الحاصل اللي ولا أمر واقع مواقع التواصل الاجتماعي كيفاش تشوفها. سؤال وجيها جندوبي دورها هوني السؤال دورها إن هي تفكر معناها مرأة في قيمة وجهها جندوبي في قيمة أنا لا نعرفش نحكي فنياً شنو تحكي فنياً كان جيت الدنيا راه المنجين شدين الصف واللي سيناريست معناها عاتينها دو ولا تروا ولا كات سيناريو وعندها يتقرأ هي يا عندها شكون يقرأ لها وهو يعمل التري علاش أنت ما شاركتهاش في باب الرزق؟ الحق مش انا اللي نقترح في باب الرزق راهو معناها انا مش أما انا اللي نفرض مش انا اللي يكتب يشوف الحق الممثل الحق زيدا. اكيد انه المخرج ما شافهاش سينو راهو تطرح اسمه معناها الحق اسمه مطرح في كل لو كانت معناها. حاضره في باب الرزق كانت شنو الشخصيه اللي اقرب تنجم تكون حاضره الحق فيه؟ ما فماش مساحه للوجه الحق معناها الشخصيات الموجودين ما فماش مساحه للوجه انا وجهها هي تكتب لها بالذمة بخصيصا لها هي مساحتها فهمتني انت ككاتب تشوف وجهها مش نعيط الوجهة ضيفة شرف على اللهم فيلم هكا عندك رول جيست وهي تقبل مثلا انتي بخاطر معناها مش دور وجهها تيها صحة وحبت تخدم وعملت الفورما وجهها تستاهل أكثر من هذا برشا معناها قاعد تكتب في الجزء الثاني والله قدمنا الجزء الثاني فما شخصيات جديدة باش تنضافوا برشا فما شخصيات باش تغيب لا باش تحافظ على نفس الشخصيات تقريبا نقول لي تقريبا باش ياخو وين أكثر باش يكون متجه للجزء الثاني خلني ناخذ شويه هكا معلومات الجزء الثاني مختلف تماما عن الجزء الاول تماما خرجنا من الريفه لا مش نزيدوا نغبطوا اكثر في الريف لكن مش نمشيوا لقيمه اخرى كنا في قيمه الارض في حد ذاتها واهميه الارض واهميه اليوم مش نحكيوا على قيمه العمل المندوب مهم أنه العمل اللي يمشي بالتوازي مع ممكن بعض العمل. الخلل والنقائص اللي في المجتمع هذا هو التكامل وذاك قيمة العمل الفني أما التكسير ما ثم حتى شخصية مش تقعد في بلاصتها باش نسأل السؤال هذايا ونختم قعدتوا شفتوا شنو اللي يمشى في الجزء الأول شنو ممكن اللي كانت نقص شوية وبنيتوا عليها معناه حبيت نعرف الفاعل في المجال الفني في تونس هل قادر أنه يعمل مسافة مع العمل متاعه بعد مدة هكا يقعد ويقول ويواجه ممكن لأنه النقد هو اللي خليك تتطور من خلالكم توما بتحكيليش في العمومة لا لا نحكيه على باب الرزق نحكيه على باب الرزق اللي هو فيه زوز أشخاص مسؤولين على باب الرزق اللي هو المخرج والسيناريست هاي في البن يوسف تحية لي دونك قعدنا انا وهيفل الجزء الثاني نتاع باب الرزق مبني من الاول ديجا التصور نتاعو يعرفوا حاضر من الجزء الاول مش كتابه لكن اما التصور حاضر معناها وين مش نمشيو حاضر وقعدنا وحكينا ونعرفوا ماشي هو علاش لأن ديما الجزء الثاني يجي بعد نجاح الجزء الأول في بقلة وأنه الجزء الثاني يكون يلقى نجاح أكبر من الجزء الأول المعادلة هذه معناها تتكسر وقت اللي من الأول الكتابة فما جزء أول وجزء ثاني يعني علاش قلت لك شوف أنت توا سألت وجاوبت وحدك عرفت تريبيا هما دائما وأبدا اللي عادة اللي في تونس الجزء الثاني يتكتب بعد نجاح جزء أول هذا قلت لك الجزء الأول هو بيدو في طياته ثم جزء ثاني معناها هو من الأول مكتوب إنه ما ينجمش تكون الحكاية كمالتها متاع 20 حلقة كهو معناها أكثر من الأول معناها خلينا حاجات محلولين
برشا حاجات محلولين، مراه مش نحكيش على الخاتمة كهو، نحكيش على النهاية، برشا معنى قضايا محلولين أجلناهم من جلسة تاني باش نغوصوا فيهم أكثر. خاطر نرجع ونحكي ما تنجمش تعمل تحط كل شيء في جزء أول ولا في فيلم ولا دونك. شكرا لك محمد علي دمق، يعطيك الصحة. يعيشك. بودكاست حاولنا هكا نحكي برشا مواضيع. نذكرك كي تروح للدار أرجع ألعب بالكلمات المتقاطعة. فكرة باهية. شكرا لك. هكا وصلنا الختام لقانا في بودكاست كلمات متقاطعة. إلى اللقاء. 3, 2, 1. كلمات متقاطعة مع عبير بوليلا.